شحال من مره كنكونوا جالسين معنينا ما بينا حتى كتحرق شي بوله في الدار ولا عاوتاني كنبغيو غير نشعلوا الضو كتحرق. اليوم في هذه الحلقه غادي نشوفوا بصح الا بقينا كنشعلوا كنطفي الضو واش غيدي البوله انها تحرق ولا لا. بقاو معنا. باش نجاوبوا على السؤال ديال الحلقه اليوم غادي ناخذوا جوج بولات صغار عاديين اللي كنستعملوا يا في التريات ديال الصاله ولا في البولات اللي حنا راسنا وغادي ناخذوا جوج وحده جديده وحده ديجا مستعمله باش نقدروا نقارنوا مع بعضيات. نبداو دابا بالبوله الجديده وغنشعلوها تقريبا شي 1000 مره ونشوفها واش غادي تصبر ولا لا. نقول بسم الله بعدا لا تصدق مفرقع علينا ولا شي حاجه. وصلنا ل 100 ومازال ما بغات تحرق. 200 300 400 دابا وصلنا ل 500 ومازال ما تحرقاش في الديب دات كتعيا. دابا غادي نزيدو الصغار ونشوفو واش غادي تحرق ولا لا. 600 700 800 900 1000 1000 وما تحرقاتش البول صافي يدي مابقيتش كنحس بهم. دابا نديرو البولة اللي ديجا مستعملة وغادي نشوفو واش ما حتى هي ما غاديش تحرق ولا لا. يا 1000 1000 وتاهي ما بغاش تحرق دونك دونك لا كونكلوزيون ديال هاد الحلقة هي واخا نبقاو نشعلو اونطفيو البولة شحال من مرة ما كتحرقش ولكن كتنقص من لا دوغي دو في ديالها. كما كتعرفو كل بولة عندها مدة الصلاحية ديالها بحال دابا هادي اللي استعملنا دابا عندها مدة الصلاحية ديال عام هي تقريبا 8400 ساعة الوغ كاينين لي زيكونوميك اللي عندهم مدة الصلاحية ديال 8 سنين دونك شوفو الفرق ما بين 8 سنين وعام. كيف ما كتعرفو البولة كتحرق في جوج حالات، الاولى الا كانت كود سيركوي في السلوكه اللي مدوزين الضو ولا عاوتاني كانت اون سوغ طونسيون جايه من عند فورنيسور ديال الكتريسيتي في الفولتاج يكون طالع وهي ما كتحملش داك الفولتاج كتحرق. وكاين ان كا اخر اللي هو الا كانت البوله باده السخونيه كتشعل كتحرق ديك الساعات. اي اونت بارونتيز الاغلبيه كيقولوا الا بقينا كنشعلو كنطفيو الضو كتاكل الضو اكثر من العاده. هو بصح الضو كيتزاد في النيفو ديالو ولكن ديك المده اللي كيتزاد فيها الضو قل 120 مره من الثانيه دونك الا جينا نقارنوها مع لا كونسوماسيون ميم با اون سكوند كتزاد فيها لا كونسوماسيون وكتنقص كترجع لبلاصتها. دونك الا جينا نقارنو في الاخر ما كتاكل حتى شي حاجه دونك الا بقينا كنشعلو كنطفيو الضو ما كاينش فرق كبير في لا كونسوماسيون دونك غير التحكم هذه الناحيه. دونك الحلقه ديال اليوم سالات، الا عجبتكم ليدي تابوناو في لاشين يوتيوب باش يبقى ديما يجيكم الجديد اللي غنديرو و اون ميم طون خليو لينا لي كومونتير ديالكم، اسئله بغيتو نجاوبو عليهم من بعد خليو لينا في لي كومونتير ومرحبا بكم في اجي نسولك.